انطلقت اليوم أعمال الندوة التعريفية لجائزة التميز الحكومي العربي والتي هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، حيث ستقام وذلك بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تسعى هذه الجائزة إلى الدفع بالأجهزة الحكومية في كافة الدول العربية إلى الارتقاء بأدائها لتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها. حراكا عربيا جديدا في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميز الأداء الحكومي انطلق اليوم ليؤتي ثماره في أبريل القادم، حيث ستتنافس كافة الأجهزة الحكومية وأفرادها للفوز بجائزة التميز الحكومي العربي والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي. هذه الجائزة تهدف إلى إيجاد فكر قيادي إيجابي لدى الموظفين الحكوميين في جميع الدول العربية، مما سيؤدي إلى أن تكون الحكومات تنتظم وتستعين بالأداء المؤسسي لرفع الإنتاجية ورفع الأداء في جميع الحكومات العربية. لا شك أن هذه الجائزة الأولى فريدة من نوعها، ستخلق لنا بإذن الله تنافس شديد في الدول العربية وعلى مستوى المحلي في البحرين. إن شاء الله ستكون محفز لبذل الكثير من الموظفين إلى هذه الجائزة. الجائزة تتكون من 15 جائزة فرعية، في جوائز تعني بالمؤسسات مثل أفضل وزارة عربية، أفضل دائرة أو مؤسسة عربية، في جوائز لها علاقة بالمشاريع والمبادرات سواء في مجال تنمية المجتمع، تطوير البنية التحتية، القطاع التعليمي، القطاع الصحي، تمكين الشباب، أفضل تطبيق عربي ذكي، عندنا أفضل مبادرة أو تجربة حكومية عربية، وعندنا أيضا في جوائز تعني بالأفراد أفضل محافظ عربي، أفضل مدير عام عربي، أفضل عندك وزير عربي، طبعا هي أكبر من الجوائز الكبيرة، وأيضا عندنا أفضل مدير عام عربي وأفضل موظفة وموظفة عربية. هذه الجائزة طبعا راح تكون لها تشجيع كبير إن إحنا كدول عربية كيف نستفيد من هذه الجائزة. تجارب إدارية ناجحة في المنطقة العربية، حيث ستسلط الجائزة الضوء عليها ما يساهم في إبراز كافة الجهود التي تقوم بها حكوماتنا العربية في سبيل الارتقاء بخدماتها. إطلاق هذه الجائزة من أجل نقل تجربة الإمارات العربية المتحدة إلى باقي الدول، ومن أجل أيضا نشر أفضل التجارب والممارسات الإدارية من الدول العربية وتعميمها على باقي الدول. لذلك هذه الجائزة بهذه الدورة الأولى هناك 15 فئة موجودة بداخلها، وكل فئة من هذه الفئات تستهدف يعني نوع معين أو نمط معين من أنماط التميز. التنافسية التي ستشهدها المرحلة القادمة ستساهم في خلق فكرا قياديا إيجابيا لدى القطاعات الحكومية لتبني التميز المؤسسي والاحتفاء بالجهود الحكومية المتميزة في الدول العربية واعتماد التميز كنهج رائد في الحكومات العربية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي. هذه الجائزة التي انطلقت من البحرين اليوم تنشد الارتقاء بالأداء الحكومي في مختلف أرجاء الوطن العربي، فبجوائزها المتنوعة ستعزز مبدأ التنافسية لتحقيق المزيد من التطور في أداء الأجهزة الحكومية. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.